أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1534 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية. وكشف تقرير الصحة اليومي عن مسجدات فيروس كورونا وصول الحالات أيضا الحرجة إلى 1389 حالة في العناية المركزة، في حين سجلت الصحة 1487 حالة شفاء و13 حالة وفاة. وتصدرت منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة في عدد الإصابات ب 377 إصابة، تليها المنطقة الشرقية ب 337 إصابة، ومنطقة الرياض ب 310 إصابات. للحديث أكثر ينضم إلينا من استديوهات الإخبارية في المدينة الرقمية استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال. مساء الخير دكتور سميح، أهلا بك معنا في عين الخامسة. بداية دكتور، عن استعداد المملكة بأن تكون مركزا إقليميا لإنتاج لقاح فيروس كورونا، هل نحن جاهزون دكتور؟ بداية تفضل. نعم بالتأكيد جاهزون. تعرف إدخال صناعة جديدة ماذا تتطلب؟ تتطلب أموال وقوة عاملة وعلم، وأعتقد أنه نتمتع بثلاثتهم. وتعرف أنه توطين صناعة اللقاحات هو هدف أحد المستهدفات للرؤية، وفي هذا الظرف بالذات في أثناء جائحة كورونا يعتبر هذا الأمر استراتيجي. احنا نعرف انه الآن في صعوبة في الحصول على التطعيم من السوق العالمي نتيجة كثرة الطلب وشراسة الفيروس، وبالتالي تبني او البدء في هذا المشروع انا اعتقد انه خطوة كبيرة جدا وخطوة هامة جدا في التأمين الصحي او في برنامج التأمين الصحي. ما هي الأدوات والمقومات دكتور التي لدينا في إنتاج اللقاحات؟ الأدوات والمقومات هي بالأساس العامل البشري، القوة البشرية، وهذا نحن لدينا الكثير من الكفاءات المحلية التي تستطيع أنها تقود هذا العمل. العامل الآخر هي الإمكانات المادية والتقنية. الحمد لله إحنا دولة بخير، ما عندنا مشكلة في الاقتصاد، والأدوات تشترى من السوق، يعني التكنولوجيا تستورد ويبنى عليها أو يتم تطويرها من وقت لآخر. فما أعتقد أنه في إشكال كبير، هو تحدي ولكنه تحدي مطلوب لتأمين أو لبناء الأمن الصحي للبلد، والإمكانيات موجودة الحمد لله. بما أن الإمكانيات موجودة ولله الحمد ولدينا القدرة في إنتاج اللقاحات، طب دكتور يعني كما تعلم أنه إنتاج ربما اللقاحات ملايين الجرعات، هل لدينا معدات طبية لتوريد اللقاحات بعدد كبير؟ هو كأي صناعة أخرى أنت بتبتدي بعدد محدود يكون تحت السيطرة ثم تبني عليه، ثم تتم عملية التطوير والتوسع. فالأهم في الموضوع أنك تملك التقنية بالأول أو تملك المنظومة التصنيع في هذا المجال ولو على مستوى صغير، وليس بالشرط انه انا من خلال 6 شهور اغطي حاجه المملكه، ولكن ان بديت اليوم ان شاء الله في خلال مده قصيره سيتم تغطيه الحاجه، وهذه ليس بالامر الصعب طالما توفرت الاراده. نعم، هل تتوقع عمل اللقاحات ستكون هناك ربما مشاركه او تعاون من الدول التي انتجت اللقاحات؟ بالتاكيد نعم بالتأكيد في المراحل الأولى لإنشاء صناعة اللقاح أو أي صناعة أخرى لابد تكون نوع من الشراكات مع مؤسسات اللي لديها خبرة في الموضوع أو لديها إمكانيات أو لديها تقنية، ثم يتم التعاون في هذا المجال بين الجهتين إلى أن تبنى
الصناعة محليا وتبتدي سعولت الموضوع في أقرب فرصة ممكنة. نعم، كم المدة الزمنية دكتور لتصنيع اللقاح؟ والله يعتمد على ما نواجهه من تحديات، ولكن أعتقد أنه بالإمكان اختصاره إلى مدة 6 شهور، ولو نعتقد أنه قد يمتد إلى سنة. لماذا يمتد إلى سنة؟ على ماذا بنيت دكتور؟ لا، حسب الترتيب، يعني حسب الاتفاقات والتوريد والاستيراد، يعني حسب ما نواجهه من عقبات وما نتلقاه من مساعدة من المراكز العلمية المتخصصة في هذا الموضوع. نعم، أبقى معي دكتور سميح، نشاهد هذا الخبر، سوف أعود إليك بعد هذا الخبر. حيث يقترب عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة من 18 مليونا، حيث بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى أكثر من 16 مليون و200 ألف، بينما تجاوز عدد الجرعات الثانية 1.5 مليون جرعة قدمت عبر أكثر من 587 مركزا للقاحات في مختلف المناطق. هذا وكشفت الصحة أن عدد كبار السن الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ أكثر من 1.3 مليون شخص. أعود إلى أخصائي الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال. أهلا بك من جديد دكتور سميح. دكتور سميح، قبل قليل هذا الخبر الذي ذكرناه قبل قليل، أنه كشفت الصحة أن عدد كبار السن الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ أكثر من 1.3 مليون شخص. كيف تقيم هذا الرقم دكتور؟ والله هو رقم جيد، ولكن أعتقد أنه كان أملنا يكون أكبر من كده، لأنه الفئة الأكثر تعرضاً وأكثر تأثراً بالفيروس هم كبار السن. وفي برامج التطعيم في جميع دول العالم ركزوا على كبار السن كأولوية، ويليهم أصحاب الأمراض المزمنة. فكلما زاد تغطية هذه الفئة بالتطعيم بجرعتين وليس جرعة واحدة فقط، بجرعتين تصبح لدينا أو لدى المناعة المجتمعية أفضل، وخسائر أو تنويم في مستشفى، عفوا، خسائر بشرية، وفيات أقصد، وتنويم في مستشفيات بصورة أقل، وهذا طبعا في المصلحة العامة. يعني أأمل أنه تكون، يعني نزيد البرامج حث الناس من كبار السن على التطعيم، والحقيقة أن البرنامج يستوعب هذه الفئة حتى بدون مواعيد، يعني يستطيع كبار السن أن يذهبوا إلى مراكز التطعيم مباشرة بدون مواعيد تسهيلا لهم. وحتى يعني قد يتم تبني بعض البرامج، وتم الحقيقة أنه بزيارة هؤلاء هذه الفئة من الناس اللي احنا كلنا نحبهم حتى في بيوتهم أو في أماكن تواجدهم. نعم، طب دكتور، يعني الآن وصلت عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 18 مليون، هل نحن الآن ربما في المناعة المجتمعية أو لا زلنا دكتور لأن بسبب أنها جرعة واحدة؟ شوف، هو إذا حنعرف المناعة المجتمعية هي أن يصل عدم من لديه مناعة 70%. فهو السؤال، هل تطعيمة واحدة تعتبر مناعة كاملة؟ بالتأكيد لا، هو الجرعتين وحتى مرور 14 يوم. فلكن نحن في الطريق، الوقت أعتقد الوقت المستهدف لوزارة الصحة في تطعيم 70% بكامل الجرعات لكامل المجتمع أعتقد أنه في ديسمبر، يعني 6 شهور من الآن. ولكن الخطوة كوننا وصلنا إلى هذا العدد في هذه الفترة السابقة اللي هي حوالي 5 شهور السابقة، فهذا علامة جيدة وشيء يدعو إلى التفاؤل. نعم دكتور، يعني المتعافون عند دخولهم إلى توكلنا ورغبة في التسجيل أخذ اللقاح لا يسمح لهم بحجز موعد لأخذ الجرعة، هل دكتور لديك معلومات؟ لا والله سمعت بذلك، ولكن أعتقد أنه المسؤولين عن البرنامج يجب أن ينظروا إلى هذا الموضوع وما خلفيته، لأنه المتعارف أنه بعد الإصابة إحنا نعتبرها نوع من المناعة أو ما يعادل الجرعة، وبالتالي الجرعة الثانية حسب الدراسات قررت
من بعد مرور من 3 إلى 6 أشهر. فإن كان هناك في خطأ تقني أو عفوا يعني إشكال تقني في الموضوع، أعتقد أنه الإخوان في وزارة الصحة أو في المسؤولين على البرنامج ممكن يحلوه إن شاء الله. نعم دكتور، الذي أخذ الجرعة الأولى والآن هو عمل عملية قصرة قلب، دكتور هل يستطيع أخذ الجرعة الثانية؟ نعم، ما في علاقة بين الإجراء اللي سواه والتطعيم. التطعيم يعني يأتي في موعده يأخذه بغض النظر هو عمل قسطرة أو عملية جراحية أو إيش ما يكون، يعني ما فيها مشكلة. يعني بالحق يعني في الحقيقة يعني تلقينا كثير من الاتصالات أو الرسائل تسأل عن هذا، إيش العلاقة يعني أنا مريض بكذا أو أنا أخذ الدواء الفلاني أو أو أو، كل هذا لا يمنع التطعيم. التطعيم آمن وفعال ولا يتعارض مع الأمراض المزمنة، بالعكس أصحاب الأمراض المزمنة هم الأولى بالتطعيم وما في داعي من أي تخوف. نعم. طيب أوصت منظمة الصحة كل ما هنالك أن نطلب من شيء واحد، أنه عند 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 زيارة الطبيب للتطعيم حتى يرتاح المريض أو الإنسان اللي يبغى التطعيم يذكر ما عنده لطبيب المتوفر في الوحدة الصحية. طيب طب دكتور، يعني أوصت منظمة الصحة العالمية بتقليل استخدام الأدوية الهرمونية والمضادات الحيوية لعلاج حالات كورونا الخفيفة والمتوسطة، ذلك لمنع الإصابة بالفطر الأسود. سؤالي هنا، ما هي علاقة الأدوية الهرمونية والمضادات الحيوية بالفطر الأسود؟ لا، هو العلاقة هي علاقة غير مباشرة. احنا جسمنا في حالة توازن، في حالة توازن نتيجة ما لديه من أجهزة دفاعية وتعمل بشكل متوازن ومنتج يؤدي إلى محاربة الفيروسات، محاربة البكتيريا أو الجراثيم بكافة أنواعها. الحقيقة بعض الأدوية تتداخل مع القدرة، مع قدرة الجهاز المناعي. فلما احنا بنعطي مواد كورتيزونية تخفض قدرة الجسم على مناعة، على بذل الجهد في الدفاع عن الجسم بالتأثير على الجهاز المناعي. وكذلك لما نعطي مضادات حيوية نحن ننصر نوع من الميكروبات على آخر، وبالتالي يهتز التوازن الطبيعي للميكروبات في الجسم. فهذا عامل بسبب يعني نقدر نقول أو مجازا نقول أنه بيأثر على مناعة الجسم أمام الفيروس أو غير الفيروس. يعني الفطر الأسود لا يصيب إنسان طبيعي، هو يصيب إنسان لديه إشكال مناعي. بعض الأدوية تؤدي إلى هذا الإشكال المناعي، فنوصي بعدم استخدامها حتى لا نعطي أو لا نسمح للفطر الأسود أو غيره بانتهاز الفرصة والنمو في الجسم. هذه هي المعادلة. نعم، كان معنا من الاستديوهات الإخبارية. أجل تكون واضحة. لا واضحة واضحة دكتور، الله يعطيك العافية دكتور. كان معنا من الاستديوهات الإخبارية في المدينة الرقمية أخصائي الأمراض المعدية دكتور سميح غزال. شكرا جزيلا لك دكتور سميح على هذا التفصيل وعلى هذه المعلومات.